تونسي على حساب المستقبل الرياضي بالقاصرين. واحد من ايش نذكر هدف طه ياسين الخنيسي من الدقيقة 12 عن طريق ضربة جزاء سجلها طه الشابي على الطاير. حب فخر الدين بن يوسف كيما جات لكن سهلة للصدق صديق الشابي حارس المنتخب الأولمبي. واجهة بينه وبين سعد بكير، بينه وبين ادم رجابي، والهدف الثاني. قلت مواجهة بينه وبين سعد بكير، يرتكب بالخطا قدام شكون؟ قدام سعد بكير، يقتنص الكرة من امامه. الكرة الهدف الثاني غريبة من حارس المستقبل صديق الشابي. في 3 دقائق لعب في الشوط الثاني يعمل خطأ كبير قدام سعد بكير، الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي. خطأ من صديق الشابي والهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي، الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني بعد خطأ. خطأ من حارس صديق الشابي، كرة كانت عند طلوع من جانب دفاع المستقبل. محمود الدريدي هارونا، واحد اثنين ما تنجحش، مقطوعة من خليل شمام، بكير التمرير لطه ياسين الخليسي، الكرة الهدف الثالث، الهدف الثالث طه ياسين الخليسي، طه ياسين الخليسي يضيف الهدف الثالث بعد اسيست والأروع من سعد بكير. سعد بكير يعطي التمريرة، كرة في طبق لطه ياسين الخليسي يسجل الهدف الثالث في 29 دقيقة لعب في الشوط الثاني. هداف البطولة أصبح، ولا هداف البطولة بخمس أهداف، هداف الترجي، وسجل ثنائية في مباراة اليوم. كالعادة السيناريو والمشهد يتكرر، سعد بكير يمرر والخنيسي يسجل. ممتازة التمريرة، الاسيست ولا أروع من سعد بكير ابن تطاوين، 1.74 متر. لاعب يأكد من خلال عدد التمريرات في كل مقابلة توع من جانب دفاع المستقبل. محمود الدريدي هارونا، واحد اثنين ما تنجحش، مقطوعة من خليل شمام، بكير التمرير لطه ياسين الخليسي، الكرة الهدف الثالث، الهدف الثالث طه ياسين الخليسي، طه ياسين الخليسي يضيف الهدف الثالث بعد اسيست والأروع من سعد بكير. سعد بكير يعطي التمريرة، كرة في طبق لطه ياسين الخليسي يسجل الهدف الثالث في 29 دقيقة لعب في الشوط الثاني. هداف البطولة أصبح، ولا هداف البطولة بخمس أهداف، هداف الترجي، وسجل ثنائية في مباراة اليوم. كالعادة السيناريو والمشهد يتكرر، سعد بكير يمرر والخليسي يسجل. ممتازة التمريرة، الاسيست ولا أروع من سعد بكير ابن تطاوين، 1.74 متر. لاعب يأكد من خلال عدد التمريرات في كل مقابلة في الجولات. والتغيير الثالث هيثم الجويني، هيثم الجويني باش يكون آخر تغيير يقوم به عمر السويح، باش يكون ممكن في بلاصة ياخذها شمس الدين الثوادي. فوسيني كوليبالي، كوليبالي، كوليبالي بدل على اليسار الى خليل شمام، شمام الكوليبالي، كوليبالي الى علي المشاني، علي المشاني الى سعد بكير، بكير عنده الكرة. والتغييرات ممكن باش تتواصل. هذا برنبار بالبو، والهدف الرابع، الهدف الرابع برنار بولبوا في 34 دقيقة لعب يسجل الرابع. رجع للتشكيلة النيجيري، أكد اللي ظهر فيه في التمارين، يجاوب على الميدان يسجل الرابع. تصويبة قوية بالساق اليمين في الشبكة نتاع صديق الشابي، الهدف يتزامن مع تغيير موسى كامارا اللي تضرب ويدخل أيمن سودة، تعرض للإصابة موسى كامارا، يدخل أيمن سودة المعار من النجم الرياضي الساحلي. النتيجة تصبح ثقيلة، 4 أهداف
وهذا منتظر، لأنه الحقيقة المستقبل إدريس المحيسي، تبقى الكرة لإدريس داخل منطقة الجزاء، والثاني لإدريس المحيسي في 44 دقيقة لعب في الشوط الثاني. إذا كان جويني ما كانش محظوظ، المحيسي محظوظ، سجل آخر هدف في الديربي ضد الفريقي ويسجل الهدف الخامس في مباراة اليوم في الدقيقة 44 في الشوط الثاني. دائما إدريس سيناريو يتكرر، كل ما يدخل إدريس المحيرسي إلا ويسجل، كل ما يكون بديل إلا ويسجل ضد بنقردان